تفعيل لجنة خلايا اليقظة لتسييل الأدوية آلية استعجالية ضبطتها وزارة الصحة لتفادي أي تذبذب في توزيع الأدوية. Que Saïdal produit annuellement plus de 120 millions à 130 millions d'unités ventes qu'on met sur le marché. Et pratiquement, nous sommes le premier génériqueur en Algérie en termes de volume. En 2018, on a livré 101 milliards de dinars. En 2019, on va prévoir 110 milliards ou 120 milliards de dinars de distribution par rapport à notre budget de fonctionnement pour l'exercice de 2019. Et entre les facteurs qui sont destinés aux hôpitaux, il y a une maladie de saratan qui a 36%. 36% qui comparent avec l'avant. Avant, c'était 40%. 36% parce que nous, les Saïdans et les magasins de l'hôpitaux, الناس تشوف تقول لك حبطت احنا ونا رينيغوسي لي بري داشا في لي ترونشي سي بور سا حبط الرقم حبط في اون دينار بالعمله اون دينار مي ما حبطش في الفوليوم في الفوليوم راهو يزيد. تحسين التنظيم القانوني لتسيير سوق الادويه من شانه اعطاء دفع قوي للصناعه الصيدلانيه وتحديد قائمه الادويه الاساسيه حسب المنظمه العالميه للصحه. الدواء اللي رانا نقتنيوه ورانا نوزعوه للمستشفيات لازم نكونوا حريصين ونعرفوا باللي الدواء هذا راه يروح للمريض ما يروحش من ولا من خاطر الناس بزاف تقول وكذا حنا ما عندناش شك في المتعاملين ولا في الجيسيونير لا الناس هي تخدم خدمتها بصح باش يكون فيها شفافيه بلوس دو ترونسبارونس اي اون ميم طون اون ميور ميتريز باسكو ميم حنا لا بي سي اش غدوه راح يساعدنا هذا السيستم باش نقدروا نعرفوا كيفاش نونتيسيبيو سير لي زاريفاج تاع الاختناء كي نعرف انايا واش كاين في المخزون في المستشفيات شحال عندهم المخزون وشحال عندي المخزون انا وشحال لازم نبلاسي باش نجيريو لا راسيوناليزاسيون دو لا ديبونس نجيريو لي دات دو بيرومسيون نجيريو لو ترونسفير دو لا ديفيز نجيريو لا ديسبونيزيبيليتي بوكو بلوس لا ميور بريز اون شارج بور تو لي مالاد الجيريان. تسعى المنظومة الصحية من خلال هذه التدابير الاستعجالية إلى تنظيم السوق الوطنية لهذه المادة الحيوية تفاديا لأي تذبذب في التوزيع مستقبلاً.